بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً. رب لا تجعل فينا ولا منا ولا ممن استمع إلينا شقياً ولا محروماً. تقدم معنا في المجلس الماضي بيان ما يتعلق بهذا الحديث من الأحكام والفوائد، أعني حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما وأرضاهما، والذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله في أول أبواب البيوع. وقدمنا أن هذا الحديث ذكر العلماء والأئمة رحمهم الله أنه حديث عظيم اشتمل على مسائل عظيمة، حتى إن بعض العلماء كما تقدم ذكروا أنه أحد الأربعة الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، والتي أشار إليها بعض العلماء رحمهم الله بقوله: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. وما من عالم ولا إمام شرح هذا الحديث أو أراد أن يبين ما فيه من المسائل والأحكام إلا وقدم بهذا الوصف أنه حديث عظيم. ومن هنا يرد السؤال: لماذا عظم العلماء والأئمة رحمهم الله أمر هذا الحديث، وإن كانت كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكل سننه عظيمة صلوات الله وسلامه عليه؟ وقد أجاب الإمام النووي رحمه الله وغيره كالطيبي وغيرهم من الأئمة، أجاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه في هذا الحديث على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها. أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه في هذا الحديث على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها، وأنه ينبغي أن يكون حلالا. هذا ما ذكره رحمه الله، وقصد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث لكي تنتبه الأمة إلى عظم أمر الطعام والشراب والملبس وغيرها من المكاسب التي يكتسبها الإنسان كالمركب والدابة ونحو من الدواب في القديم ونحوها من آلات الركوب الحديثة، وكذلك أيضاً المسكن. فكل هذه الأمور وما يتبعها من المقتنيات والممتلكات فإنه ينبغي على من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتقي الله جل جلاله فيها، فيراعي الكسب الحلال ويجتنب ما حرم الله عليه. فإذا أراد أن يطعم شيئاً فعليه، إذا أراد أن يشتريه ليأكله عليه أن يسأل: هل هذا الطعام
أحله الله أو حرمه، فإن كان حلالاً أخذه وانتفع به استجابة لأمر الله جل جلاله: كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً، وإن كان حراماً اجتنبه واتقاه. وما أحل الله سبحانه وتعالى من المطعومات أكثر مما حرم على عباده. وكذلك إذا أراد أن يشتري شيئاً من المشروبات فعليه أن يسأل هل هو مما أحل الله أو هو مما حرم الله، فإن كان حلالاً اشتراه وشربه، وإن كان حراماً اتقاه واجتنبه. وهكذا في الملبوس، وهكذا في المركوب، وهكذا في المسكن وغير ذلك، فلا يشتري ولا يبيع إلا ما أحل الله له، ويتقي ما حرم الله عليه. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن ينبه أمته على هذا الأصل العظيم في المكاسب. ومن هنا اعتنى الإمام البخاري رحمه الله بذكر هذا الحديث في أول كتاب البيوع، لكي ينبه كل مسلم على ما ينبغي أن يكون عليه من اتباع حلال الله واجتناب حرام الله. وقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما تقدم: إن الحلال بين والحرام بين. فبين أن الحلال الذي أحله الله بين واضح، وأن الحرام الذي حرمه سبحانه بين واضح. فيكتفي الموفق الذي يريد النجاة في الدنيا والآخرة يكتفي بحلال الله عن حرامه، ويغتني بفضل الله عما سواه. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل كما أشار الإمام النووي رحمه الله وغيره. ومن هنا ختم الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت أو صلحت وجهان، الأول وأشهر وأفصح، وربما يذكر الثاني للتنبيه على جوازه. ألا وإن في الجسد مضغة، أي قدر ما يمضغ الإنسان من الطعام بقدر ما يكون في فم الإنسان إذا طعم. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. مضغة صغيرة الحجم، كبيرة الخطر، كبيرة الخطر والضرر على الإنسان إذا فسدت، وعظيمة النفع والخير إذا صلحت. وهذه المضغة أعظم ما يكون به صلاحها الإيمان بالله، ومعرفة العبد بالله، وتوحيده لله سبحانه وتعالى. فلا صلاح للقلوب إلا بتوحيد الله وإفراده بالعبادة. فإذا استقام القلب لله بالإيمان والتوحيد صلحت أحوال العبد كلها. ولذلك إذا قوي الإيمان قوي الالتزام بأمر الله والاجتناب لما حرم الله، وتجد من كان مؤمنا كامل الإيمان، كاملا في إيمانه، كاملا في عبوديته لربه، على صلاح وبر وتقوى. وما ذكر الله الصلاح غالبا إلا وجعله عقيب الإيمان به سبحانه وتعالى. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته ووحده اتبع أمره واجتنب نهيه، وحقق هذا الإيمان بالعمل الصالح باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه. وأعظم ما يصلح به القلب وأعظم ما يستقيم به القلب أن يكثر العبد من سؤال الله سبحانه وتعالى الهداية، وأن يسأله الصلاح،
ولذلك جعل الله أعظم دعوة في أعظم مقام وأشرف مقام، جعلها الله لعباده المؤمنين إذا وقفوا بين يديه أن يستفتحوا عبادتهم بهذه المسألة العظيمة التي إذا حصل العبد عليها نال سعادة الدنيا والآخرة. اهدنا الصراط المستقيم، فلا هداية للصراط المستقيم إلا لمن صلح قلبه بالإيمان والعبودية للرحمن. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل، وجعل الله للعباد دليلاً وهادياً ونوراً يدل على هذا الصراط المستقيم الذي يصلح به القلب وينال به العبد سعادة الدنيا والآخرة. ذلك النور الذي أنزله من فوق سبع سماوات وهو كلامه سبحانه وتعالى، فمن اهتدى بالقرآن فأكثر من سماعه والتأثر بما يتلى عليه من آيات الله وحب كلام الله وحب سماعه والعمل بما دل عليه هذا النور وهذا الكتاب المبين، إذا وفق العبد لذلك استقام قلبه وأصبح القلب لا يعرف إلا الله، ولا يأتمر إلا بأمر الله، ولا ينتهي إلا بنهي الله، لا يحكم الهوى ولا الشهوة، ولا يطيع دعاة ذلك، وإنما يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. القرآن أعظم سبب وأعظم وسيلة لصلاح القلوب، فمن كان من أهل القرآن فأكثر من سماعه ومن تلاوته وسماعه والتأثر والتدبر والتفكر وحسن النظر في آيات الله استجابة لأمر الله وعمل بما دلت عليه آيات الله، فإنه لا شك سيكون من أصلح العباد، وذلك بقدر ما يكون فيه من هذه الصفات الحميدة التي استجاب فيها لكلام الله جل جلاله. ومن أعظم ما تصلح به القلوب أن تكون على الثبات، فلا يزعزعها شيء ولا يصرفها عن سبيل الله شيء، مهما عظمت الفتن وكثرت المحن وكثرت الملهيات فإنها ثابتة. وهذا الثبات لا يكون إلا من الله، ولكن الله جعل من أسبابه بعد القرآن سيرة أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك قال الله جل جلاله: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فجعل الله ثبات القلوب على الحق وعلى الصلاح وعلى الاستقامة بما يكون من التأثر والاهتداء والاقتداء بخيرة الخلق وهم الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فوالله ما اهتدى أحد بهؤلاء الذين اصطفاهم الله واجتباهم، وأكثر من سماع قصصهم والتأثر بها وأخذ العبرة منها إلا كان على صلاح في قلبه واستقامة لربه. وإذا كان هذا خطابا من الله عز وجل لنبيه، فإن سيد الأنبياء وإمامهم صلوات الله وسلامه عليه من قرأ سيرته العطرة ومواقفه الجميلة الجليلة النظرة كيف كان مع ربه وكيف كان مع خلقه، فإنه يصلح قلبه ويستقيم لله جل جلاله. اللهم وفقنا لذلك، واجعلنا متبعين لسنته، سائرين على نهجه، أحينا على ذلك وتوفنا عليه حتى نلقاك وأنت راض عنا. وأسباب صلاح القلوب كثيرة، لكن هذه من أهمها ومما ينبغي للمسلم أن يعتني به لكي ينال هذه النعمة العظيمة. صلاح القلب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم
في مسائل الحلال والحرام والشبهات، من الذي يقع في الشبهة؟ الذي يضعف قلبه ويفتن بالهوى أو بالشهوة، لكن من أنار الله قلبه واستقام قلبه على طاعة الله فإنه لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الذي يصلح قلبه لا يذهب ليسأل العلماء ويحاول أثناء سؤاله لهم أن يجعل الأمر حلالاً، ولذلك السؤال والقضاء، الفتوى والقضاء، قد يتأثر المفتي والقاضي بكلام السائل والخصم: إنكم تختصمون إلي، كما يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له، أي بحق أخيه. فبين عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان ألحن بحجته فإن هذا القضاء الذي يقضيه عليه الصلاة والسلام لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً. القلب إذا فسد ذهب صاحبه يتلمس المعاذير، يلتمس المعاذير، ويذهب يميناً وشمالاً من أجل أن يجد الرخصة، لا يفكر في حكم الشرع، وإنما يفكر كيف يصبح هذا الأمر حلالاً. هذا من فساد القلب. لكن من استقام لله واستقام قلبه لربه فإنه لا يفكر إلا في أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، هل هذا الأمر حلال أو حرام؟ حتى إنك لتعجب من بعض الموفقين، والله إن السائل ليسأل هل هذا الأمر حلال أو حرام، فإذا أفتيته بأنه حلال أخذ يراجع ليتأكد أهو حلال أم لا، لا يريد إلا أن يكون الأمر على ما يرضي الله سبحانه، ويقول بلسان حاله ومقاله: لا يهمني إلا أن يرضى الله عني، هل هذا حلال أو حرام؟ ولذلك بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحلال والحرام والمشتبهات ذكر صلاح القلب وفساده، لأن القلب هو الذي يحرك. ولذلك قال: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فسدت بالهوى والشهوة، ولذلك مما يرحم الله به العبد في هذه الدنيا أن يرزقه القناعة. قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما أعطاه. فإذا كان العبد لا يقنع ولا يشبع ولا يرضى بنعمة الله، وإنما يريد الزيادة أيا كانت هذه الزيادة وكيف كانت وكيف جاءت وبأي وسيلة، المهم أن يحصل على ما يبتغيه وأن ينال ما يشتهيه، فعندها لا يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك. يتبع الشبهات، ثم هذه الشبهات تقود كما قدمنا إلى المحرمات، فيبدأ أمره بالأمور المشتبهة ولا يدقق فيها ولا يسأل عنها سؤال من يريد النجاة إذا وقف بين يدي ربه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إنه القلب الذي اختاره الله لأعظم الأشياء وأجلها وأشرفها على الإطلاق، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. القلوب مساكن الإيمان، مساكن التوحيد، القلوب التي إذا سكنها الخير وسكنها الإيمان الصادق
واستقامت لربها وصلحت كما ينبغي أن يكون عليه العبد، فإن صاحبها يصلح له أمر الدين والدنيا والآخرة. والعكس بالعكس، فكم من قلوب مرضت، وكم من قلوب زاغت، وكم من قلوب تغيرت، كانت لا تعرف إلا ربها ولا تريد إلا شرع الله، ثم أصبحت تبحث يمينا وشمالا فلم تقنع بما أعطاها الله ولم ترضى بما يسر الله لها. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن آدم لو كان له واد من الذهب أو واديان من الذهب لابتغى لهما ثالثا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. حديث عظيم اشتمل على هذه الأحكام والحكم النبوية. وذكر العلماء رحمهم الله في تفسيره أن الحلال الذي أحله الله لا يمكن حصره، لا تستطيع أن تحصر ما الذي أحل الله، سواء في المأكولات أو المشروبات أو الملبوسات. الحلال لا تستطيع أن تحصره لرحمة الله بعباده. فلا يظن أحد أنه إذا رضي بشرع الله أو رضي بدين الله أنه يضيق على نفسه، لا والله، بل إن الله وصف دينه من فوق سبع سماوات أنه دين الرحمة. فالعاقل الموفق ينظر بعين البصيرة، وإذا استقام على الإسلام استقام بمعرفة ونور لا يخدعه الشيطان ولا يخدعه شياطين الإنس والجن، بأنه في ضيق وأن عليه أن يوسع على نفسه، وأنه عليه أن يلتمس ما هو أكثر كما ذكرنا، فلا يقنع بما أعطاه الله. ولذلك ينبغي للمسلم أن يلتزم هذا الأصل العظيم، وهو أن يحل حلال الله وأن يحرم حرام الله وأن يرضى بشرع الله ويقنع بعطاء الله. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يوفقنا لذلك. وذكر الإمام البخاري رحمه الله عقيب هذا الحديث أحاديث تفسر المشتبهات والأمور التي يشتبه فيها الحلال بالحرام، وهذا من فقهه رحمه الله. فالسنة تفسر السنة كما أن القرآن يفسر القرآن، والسنة تفسر الكتاب، والسنة تفسر القرآن كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة تفسر القرآن، ثم القرآن والقرآن يفسر بعضه بعضا كتابا متشابها، فهو يشبه بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. فالسنة فسرت في مواضع من رسول وردت فيها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسرت هذا الأمر المشتبه في قضايا وحوادث اختصم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمل عليه الصلاة والسلام بجانب الورع، وما ينبغي على المسلم أن يكون عليه من اجتناب الأمور المشتبهة. فذكر الإمام البخاري رحمه الله عقيب هذا الحديث أبوابا تفسر معناه، فقال رحمه الله: نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تفسير المشبهات. باب تفسير المشبهات، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر هذه الأمور المشتبهة التي لا يعلمها كثير من الناس. ومن هنا لا يفسر الأمور المشتبهة إلا أهل العلم،
ولا يمكن أن يعرف هذه الأمور المشتبهة إلا أهل العلم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، ولم يقل لا يعلمها الناس، وإنما قال لا يعلمهن كثير من الناس، وأكثر الناس ليسوا بعلماء، وإنما العلم عند الخاصة الذين اختصهم الله وأتمنهم على دينه وشرعه، وهم العلماء العالمون العاملون. جعلنا الله وإياكم منهم، ورزقنا الاهتداء بهديهم والسير على نهجهم فيما يرضيه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما رأيت شيئا أهون أي أيسر من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويروى مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة عظيمة وجملة كريمة تبين أن الإنسان إذا التبس عليه الأمر ولم يجد العلماء ولم يجد من يبين له ذلك الذي التبس عليه هل هو حلال أو حرام، أنه يدعه ويتركه حتى يجد من يبين حله فيحله، وإلا فيأخذ بالسلامة والنجاة وذلك بالورع. وهذا يسير على من يسر الله له، ولن تترك شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه. ولذلك لا تسلم في هذا الأمر وفي هذا الباب من الامتحان، فيبتليك الله بأمور فيها شيء من هذه المسائل، سواء في مطعمك أو مشربك أو ملبسك أو مركبك أو مسكنك أو غير ذلك مما تقتنيه وتكتسبه، فيصبح عندك الأمر مترددا بين الحلال وبين الحرام. الحرام ريبة والحلال لا ريبة فيه، لكن لما دخل عليه الشك بالحرمة وأنه غير جائز، فإنه حينئذ تحتاج إلى نور يكشف الله لك به هذه الظلمة. وهذا الابتلاء من التباس الأمر عليك، وهذا النور تجده عند أهل العلم. لكن إذا لم تجد من يبين لك حكم المسألة فأنت تتورع صيانة لدينك وتدع ذلك الشيء الذي فيه الريب، الريب هو الشك، ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا شك ولا مرية. فالإنسان إذا أصابه الريب أصابه الشك، وحينئذ إذا استوى احتمال كونه حلالا وكونه حراما فقد التبس الأمر، فأصبح فيه شبه من الحلال يقتضي جوازه، وفيه شبه من الحرام يقتضي حرمته، فأنت تتوقف وتنتظر ما الذي يقوله أهل العلم كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف وقد قيل وكانت تحته ابنة أبي إيهاب التميمي. هذا الحديث في قصة عقبة بن الحارث ابن عامر ابن نوفل ابن قصي ابن عبد مناف ابن قصي رضي الله عنه وأرضاه، القرشي النوفلي. هذه القصة حاصلها أنه نكح أم يحيى بنت أبي إيهاب التميمي،
امرأة رضي الله عنها من الصحابة، وكان هذا النكاح بمكة، ومكث معها ما شاء الله، ثم فوجئ بامرأة أمة جاءت إليهما وأخبرت أنها أرضعت الزوج والزوجة، أي أرضعت عقبة وأرضعت زوجه أم يحيى بنت أبي إهاب. وأم يحيى قيل اسمها غنية، وقيل وهذا للأكثر، وقيل زينب بنت أبي إهاب التميمي ولم يعرف اسمه، وقيل إنه صحابي أيضا وهو أبو إهاب التميمي. فذكرت أنها أرضعت الاثنين الزوج والزوجة، لو أرضعت واحدا منهما ليس هناك إشكال، لأن الآخر ليس ابنا لها ولا يمت بعلاقة توجب الحكم بالمحرمية بالحرمة بالتحريم. ولما ذكرت هذا الأمر جاء في الروايات، لأن هذا الحديث قطعه الإمام البخاري كعادته وذكره في مواضع قرابة 9 مواضع من كتابه الجامع، وجعل في كل موضع ما يناسب الشاهد فيه. فهذه المرأة لما جاءت إلى هذا الزوج أو ذكرت عند أهله ذلك وبلغت المقالة لعقبة وهو الزوج أنكر وقال لا أعلم ذلك، وفي بعض الروايات لم تخبريني ولم يخبرني أحد من أهلي. العادة أن المرأة إذا أرضعت تخبر وتأتي إلى الرجل أو إلى أهل بيته وتخبرهم، ولو بعد سنوات تزورهم أو تأتي إليهم فتقول أذكر أن ابنكم فلان أرضعتها وابنتكم فلانة أرضعتها. ولكن هذا لم يحصل، قال لم تخبريني، وأيضا لم يخبرني أحد من آلي من أهله أنها أرضعت. ثم سأل أهل أبي إهاب هل فعلا أرضعت بنتكم، فقالوا ما علمنا هذا. فأصبح على يقين أكثر، لأنه لم يجد عند أهله ولم يجد عند أهل زوجه، فعظم الأمر عليه. فلما نزلت به هذه النازلة سافر من مكة إلى المدينة، لأنه كان بمكة، وكان بمكة وقيل إنه هو الذي قتل خبيب رضي الله عنه وأرضاه وأسلم بعد فتح مكة رضي الله عنه وأرضاه. فهاجر إلى النبي، سافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وارتحل من مكة إلى المدينة. ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذا هذا الحديث في مواضع الرحلة في النازلة وتعليم الأهل، أي في النازلة والمسألة في المسألة النازلة وتعليم الأهل. ارتحل من أجل مسألة واحدة لكنها مسألة من الدين عظيمة، إما أن تكون زوجه حلالا له وإما أن تكون حراما عليه. هي حلال إذا لم تثبت الرضاع، ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بما قالته المرأة، وهي حلال عليه، وهي حرام عليه إذا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الرضاع التي ذكرتها المرأة. فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فأعرض عنه في الرواية، فانصرف إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم واستقبله مرة ثانية وذكر له هذه النازلة التي نزلت به والمسألة التي يريد أن يعرف حكمها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم
أن يدع المرأة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة قالت: قد أرضعتكما، أي أرضعتك وأرضعت زوجك. فقال: يا رسول الله، إنها لم ترضعني، أي لا أعلم أنها أرضعتني، ولم يبين ولم يذكر أحد من أهلي أنها أرضعتني. فقال عليه الصلاة والسلام: دعها عنك. فرد وأحل. فقال عليه الصلاة والسلام، تبسم وقال: كيف وقد قيل، أي كيف أقول لك هي حلال وقد قيل إنكما أخوان من الرضاعة، وقد حرم الله نكاح الأخت من الرضاعة. فلما نظر في هذا الحديث وجدنا أولا أن المسألة من المسائل المشتبهة، ووجه ذلك أننا إذا نظرنا إلى الأصل، الأصل أن الرضاعة غير موجودة، الأصل عدم الرضاعة حتى يثبت أن هناك رضاعة. ولذلك لما خالف عمر رضي الله عنه، ولم كان عمر رضي الله عنه لا يرى وجوب التفريق، يعني الحكم بالتفريق، وإنما يرى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التنزه والورع، كان لا يفرق، وله نظر آخر اعتبر الأصل، واعتبر أننا لو فتحنا هذا الباب فكل امرأة تريد أن تفسد بين زوجين تأتي وتقول: قد أرضعتهما. فهنا ملحظ آخر من عمر رضي الله عنه، وهو قول ابن عباس أيضا من الصحابة، المغيرة بن شعبة، وقول علي وقول عمر وعلي والمغيرة بن شعبة، وأحد القولين عن ابن عباس رضي الله عنه جميعا. هذا الأصل يقتضي أنها حلال، وأننا لا نلتفت إلى دعوى الرضاع إلا بدليل وشهادة معتبرة. إذا نظرنا إلى شهادة المرأة، المرأة واحدة، والأصل في الشهادة أن تكون بالعدد، واستشهدوا شهيدين، فدل على أن الأصل في الشهادة التي يحكم بها العدد، أنه لا تكفي شهادة الواحد. فهنا أصبح لا تستطيع أن تقول هي حرام لأن الشهادة لم تكتمل حكما وقضاء، لأن الشهادة ونصاب الشهادة لم يكتمل، ولا تستطيع أن تقول هي حلال لأن المرأة تقول: قد أرضعتهما. وهذا الأمر الذي وردت فيه شهادة المرأة منفردة فيه شبهة، والشبهة فيه أن الرضاع صحيح أنه ينتشر، لكن فيه شبهة أن لا يطلع عليه إلا النساء، وأن المرأة ربما تكون منفردة بالرضيع فيصيح فتجذبه إلى ثديها وترضعه. ومن هنا شهادة المرأة لما نظر عقبة رضي الله عنه إلى أنه ليس هناك ما يعززها، بقي النظر في احتمال أن تكون المرأة على هذا الحال أنها أرضعتهما، أرضعت عقبة وزوجه بهذه الصفة، وهذا كثير ومعروف أنه ربما تأتي المرأة زائرة وهي أمة مملوكة، وكلنا مملوكون لله عز وجل، قد تأتي مع أهلها ثم تلاحظ غفلة من أهلها يصيح فيها الصبي فتشفق عليه، هذا معروف في المرضعات، فتأخذه وتجذبه إلى ثديها وترضعه فيسكت. فإذا ليس عندنا شيء يثبت أن هذا وقع إلا شهادة المرأة وحدها. ثم دارت الشبهة أن هناك ما يمكن أن يكون دليلا على صدقها، وهي أنها قد تنفرد، ولذلك عيوب النساء الخفية التي لا يطلع عليها الرجال يكفي فيها شهادة المرأة الواحدة، كالحيض والبكارة والولادة
واستهلال المولود، وهذا على مذهب الحنابلة رحمه الله ومن وافقهم، وعند الحنفية أيضا يوافقونهم في مسائل. فالمقصود أن هذا الأمر تردد ما بين الحل والتحريم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتنزه، دعها عنك. دعها عنك إما أن يكون حكما وقضاء، فحينئذ إذا كان حكما وقضاء دل على أن المذهب والحكم الشرعي في حال شهادة المرأة المرضعة الواحدة الثقة أننا نقبل شهادتها ونحكم بما يترتب على هذه الشهادة. هذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قضى، بمعنى أن قوله دعها عنك حكم، حكم قضائي لأن خصومة، وذكر له مقالة الطرفين، مقالته ومقالة المرأة، وذكر حجته وحجة المرأة، قالت المرأة أن قد أرضعتكم، وهو يقول عندنا شهادة، ذكر شهادة الإثبات قد أرضعتكما، وشهادة النفي لا أعلم أنها أرضعتني. هو صغير فكيف يعلم؟ إذن يعلم بقول غيره وهم أهله، أنهم يخبروه كوالدته وأخته أو جماعته، لا أعلم أنها أرضعتني. إذن حجته ليست قوية في نفي هذا الأمر، لأن المثبت مقدم على النافي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. فالمرأة حفظت هذا الأمر وأدت شهادتها حسبة لكي تبرئ ذمتها في هذا النكاح، أنه نكاح لا يجوز، فقد نكح أخته، فبينت هذا الأمر. فلما صار الأمر يتنازعه الحل ويتنازع الحرمة، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعها عنك حكما فحينئذ يدل على رجحان مذهب الحنابلة ومن وافقهم أن شهادة المرأة الواحدة بالرضاع يعمل بها. وأما إذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم تنزها وتورعا وقصد أن يجتنب ذلك لكي لا يقع في الحرام عند احتمال، لأنه يحتمل أن تكون صادقة، فمنعه عليه الصلاة والسلام صيانة له من الوقوع في الحرام، فحينئذ يكون هذا الحديث مناسبا في تفسير المشتبهات، فهو يمكن أن يكون مفسرا للمشتبهات على الوجه الثاني لا على الوجه الأول، لأن الوجه الأول حكم وانتهى. الذي يرجح ما صنعه الإمام البخاري أنه على سبيل التنزه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، وقيل صيغة تمريض، فلم يحمل الأمر على الجزم والبت، ما قال له إنها أختك كيف تنكحها، وما قال له إن الله حرم نكاح الأخت من الرضاع، لأن الرضاع عنده لم يثبت ثبوتا بينا. ومن هنا قال له كيف وقد قيل، فأمره بذلك، فدل على أن أمره للتنزه، وحينئذ يكون الإمام البخاري لاحظ هذا المعنى في الحديث. وإلا فالحديث فيه جوانب عديدة، وهو مشتمل على مسائل في الشهادة، ولذلك ذكره الإمام البخاري رحمه الله في مواضع من كتاب الشهادات، وغيره من الأئمة رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن قزعة، لا نفس الحديث، أعيد مرة، عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما. طبعا في رواية أخرى أنها أمن مملوكة، وكانوا في القديم يرضعون من الإماء، والإماء تكون فيهن صفات حميدة، الأمة تكون في بعض الأحيان ذكية ونجيبة، وقد تكون فيها شجاعة وقوة، وهذا معروف العرب، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته
ثويبة مولاة أبي لهب، فيختارون بعض الإماء لما فيهن من الصفات فيرضعن تحصل الرضاعة، وكان هذا موجودا وإلى عهد قريب. في بعض الأحيان الأم تلاحظ، كانوا في القديم ما كان هذا الشيء موجودا، كانت تلاحظ الصفات الموجودة فترضعها، وقد يكون عند الحاجة لعدم وجود من يرضعه، وهذا كله من أسباب الرضاعة، ولكنه كان بسببه تتفشى المحرمية ويحصل به ضيق في النكاح، حتى إن المرأة الواحدة قد ترضع 20 من الأبناء والبنات وتدمج البيوت ببعضها، وحينئذ يضيق النكاح. وأذكر في المدينة امرأة كانت مشهورة بذلك ويلقبونها بلقب. المهم أن هذه المرأة كل ما جاء واحد يخطب وجدوا أنها أخت أو بنت أخت، وحصلت مشكلة، يقال أكثر من 100 أرضعت، وكان لها اسم. فالمقصود أنهم كانوا تنتشر المحرمية بهذا، وقد يضطر إليه كما ذكرنا، لأن الرضاعة تؤثر على الأم وقد تكون الأم ضعيفة أو مريضة. فالمقصود أن هذا يحصل به التحريم وتحصل به مشاكل كثيرة، ولربما لم يعلم ولم يطلع على الرضاعة إلا بعد سنوات كما وقع لعقبة. وأذكر حادثة عرضت، حوادث، لكن منها حادثة أن رجلا نكح أخته من الرضاع ومكث معها قرابة 20 سنة وأنجب منها أولادا. طبعا الأولاد ثابت نسبهم، لأن هذا الوطء يسمى بوطئ الشبهة، بوطئ الشبهة، لأنه كان يظن أنها حلال وأنه ليس هناك ما يمنع من نكاحها، فهذا الوطء وطء الشبهة يثبت به النسب ويلحق به الولد وتسري عليه أحكام النكاح الصحيح. ولذلك الزنا، في تعريف الزنا أعاذنا الله وإياكم، يقولون هو الوطء في غير نكاح ولا شبهة نكاح، هو الوطء في غير نكاح ولا شبهة نكاح. شبهة النكاح منها أن يظنها حلالا ثم يتبين أنها حرام. نعم. فزعمت أنها أرضعت. زعمت، الزعم كما قيل مطية الكذب، لكن التعبير بالزعم دائما يكون في القول الضعيف، والسبب أنه دائما أن الإنسان إذا ادعى أمرا هو خلاف الظاهر فإنه زعم، حتى يثبت أو يأتي بالدليل الذي يدل على صدق قوله. نعم. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه. هذا فيه اختصار كما ذكرنا، أن الحادثة وقعت في مكة، وأن عقبة رضي الله عنه ارتحل من أجل مسألة واحدة، وهذا يدل على شرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلهم واعتزازهم بدينهم واستقامتهم لربهم. ما انتظر أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة أو عمرة، أو بعث رجلا يسأله، ويجوز له أن يبعث من يسأل عنه لا بأس بذلك، ولكنه ذهب بنفسه. ولذلك كما ذكرنا ترجم الإمام البخاري باب الرحلة المسألة النازلة، وذكر أئمة الحديث وغيرهم من الفقهاء والعلماء فضل وشرف الارتحال لطلب العلم، وهذا هو الذي نبه الله عليه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يتفقه الإنسان في دينه بتعلم الدين كله، ويتفقه في مسألة نازلة به. وإذا خرج الإنسان من بيته إلى أي بلد وإلى أي موضع وفي قلبه مسألة أو في قلبه أن يطلب العلم، فإنه منذ أن يخرج من بيته إلى أن يرجع فالله قد تولى جزاءه وثوابه، لن يخطو خطوة إلا كتب الله أجرها وثوابه، ولن يعاني ولن يجد ضيقا ولا مسغبة ولا هما ولا غما في سفره ذلك
إلا وهو في ميزان حسناته، ترفع به درجته ويعظم به أجره ويزكو به حاله. فليس هناك أشرف ولا أنبل ولا أكمل من الارتحال من أجل العلم، وهو سنة الأنبياء. فإن موسى عليه السلام أوحى الله إليه أن بمجمع البحرين من هو عبد أعطيناه، أن بمجمع البحرين عبدا آتيناه من لدنا حكما وعلما، حكما وعلما. فارتحل مع غلامه عليه السلام ووجد العناء والمشقة، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ومع ذلك بعد أن وجد النصب والتعب وأراد أن يتغدى ويصيب طعامه، إذا به يخبره أنه قد خادمه أن الطعام قد نسياه. والعجيب انظر شدة الجوع والنصب، ويبحث عن طعامه ثم يرجع إلى الموضع الذي نسي فيه الطعام. لو رجع القرآن ما يقرأه الإنسان لكن ما يتأمل. فارتدى على آثارهما، انظر هذه مصيبة ثانية، أن الطريق غير واضح والمعالم غير واضح، وإنما يذهب ويتتبع الجرة. كم مرة قرأت هذه الآية لكن تأملت؟ حتى لا يشتكي طالب علم بعد أن رأى سمع أن كليم الله عانى هذه المعاناة. هذا فقط كمثال. ولذلك كان كثير من مشايخنا، وذكر هذا بعض العلماء، أن قصة الكهف خاصة في مسألة موسى عليه السلام مع الخضر هي منهج لمن يطلب العلم ومن يبحث عن مسائل العلم. فخرج هذا الصحابي رضي الله عنه 10 مراحل من المدينة إلى مكة، لم يخرج رياء ولا سمعة ولا ليستكثر من المال ولا ليستكثر من شيء من حطام الدنيا، ولكن من أجل أن يسمع من رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه أحلال فراشه أم حرام. وارتحل بنفسه وما أرسل غيره. فأين الذي تنزل به النوازل في العلم؟ والعلماء والمشايخ موجودون في بلده وفي قريته وفي مدينته، يستنكف أن يذهب لعالم يسأله، أو يذهب إلى من يوثق بدينه وعلمه فيأخذ عنه الحكم الشرعي فيما نزل به. هؤلاء هم الصحابة قدوة رضي الله عنهم وأرضاهم، قدوة الأمة وأسوة لمن أراد الخير، لأنهم أعرف الناس بالشرع وأحرصهم عليه. اللهم اجزهم عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعن نبينا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت صحابيا عن صحبته. فهذا صحابي رضي الله عنه يبحث عن العلم. ولذلك من نعم الله على طالب العلم أنه كلما قلب صفحات كتاب الله أو استمع إلى سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحوال الصحابة معه، فإنه لا يجد سآمة في علمه، ولا يجد تعبا ولا نصبا ولا كللا في أخذه للعلم وطلبه للعلم وبحثه عن العلم وضبطه للعلم. جعلنا الله إياكم ذلك الرجل. نعم. فأعرض عنه أي أنه أبعد وجهه عنه صلوات الله وسلامه عليه. كانت للنبي صلى الله عليه وسلم مواقف في المسائل، وقد يفعل ذلك في بعض الأحيان شفقة على السائل ورحمة بالسائل، وكما حصل في قضية اللعان لما جاء عاصم إلى ابن عمه العجلاني، عويمر العجلاني إلى ابن عمه عاصم العجلاني، وقال له: يا عاصم، الرجل يجد مع امرأته رجلا، إن قتله قتلوه، وإن سكت وإن تكلم جلدوه، وإن سكت سكت على غيظ، سل يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فذهب عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله، فلما رجع لم يتكلم، قال ما أخبرك؟ قال ما جئتني بخير، قد كره النبي صلى الله عليه وسلم مسألة. في بعض الأحيان يعرض، لأن هذه المسألة يترتب عليها التحريم ويترتب عليها، فأعرض عن كأنه ينبهه على مقالة المرأة، ينبهه على مقالة المرأة، عليه أن لا يهمل قوله، لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم معتبرا لقوله لأقبل عليه وقال له صدقت وبررت والحق معك وكذا، لكنه عليه الصلاة والسلام أعرض عنه، ينبهه على أن المرأة ما شهدت عليهما من فراغ، ولم تشهد عليهما إلا وهناك أمر. وكما ذكرنا أنه ما ذكرته من أنك لم تعلم وأهلك لم يعلموا وأهل المرأة لم يعلموا لا يمنع أن يقع الرضاع. ولذلك في الخصومة ينظر في حجة الطرفين وقوة دلالة كل حجة، فهو يقول ما أرضعتني، لا أعلم أنها أرضعتني، وأنني سألت آل أبي إهاب ولم يذكروا ذلك. طيب هؤلاء نافون، والنفي ليس بحجة، النفي ليس بدليل وحجة، لذلك إذا تعارض مع الإثبات، لذلك النفي إذا تعارض مع الإثبات فالإثبات مقدم عليه، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن أثبت عنده علم زائد على من نفى، ومن عنده علم مقدم على من لا علم عنده، وهو يقول ما أعلم، وقد سأل أهل المرأة فلم يخبروه وسأل أهله، فهذا كله لا ينفي أن الرضاعة وقع. إذن الذي يقوله لا يرفع قول المرأة من كل وجه، ولا يدل على رد هذا القول، وهو ليس بحجة، وذلك أعرض عنه عليه الصلاة والسلام، يعني انتبه لما قالت المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم فيه في بعض الأحوال يحكم مبلغا عن ربه كما أمره الله، بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، يحكم ويفتي صلوات الله وسلامه ويجيب السائل بما علمه الله. وتارة يكون عليه الصلاة والسلام مشيرا ومعلما ومؤدبا لا على سبيل الإلزام، وقد يكون شافعا كما في حديث بريرة لما عتقت، فقال رأى مغيث وتعلقه بها فأشفق صلوات الله وسلامه عليه، فقال لها ارجعي إليه، فقالت أتأمرني، يعني هل هذا وحي، هل هذا حكم؟ قال لا، إنما أنا شافع. فخرج عن الأمر عن كونه حكما أو قضاء أو إلزاما إلى كونه مجرد شفاعة، وهذه ما يسمونها بشخصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكلم عليها بعض العلماء، تارة يكون مبلغا بالنبوة، وتارة مفتيا للسائل، وتارة قاضيا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، تبسمه تبسم المتعجب، يتعجب كيف هذه المرأة ما تنتبه لكلامها وتريد أن يذهب كلامه كأنها لم يكن شيء، فتبسم عليه الصلاة والسلام، وهذا تبسم المتعجب العجب، والإنسان يتبسم من العجب، ولذلك قال له كيف وقد قيل، وفي قوله كيف أي كيف تأمرني أن أقرك على إنكار هذه الشهادة، والمرأة تزعم وتقول إن ذلك قد وقع، كيف أكذبها؟ ما الدليل على تكذيبها؟ وهذا يدل على سمو الشريعة وإنصاف المتكلم والشاهد، وهذا نموذج إذا نظرت إلى منهج الشريعة في القضاء في باب الخصومة عموما وفي جميع ما يتعلق بخصومة القضاء واختلاف الناس ومسائلهم والحكم عليهم، تجد العجب، فلا تجد أتم ولا أكمل ولا أسنى ولا أعلى من حكم الله جل جلاله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، جعل الله إياكم منهم. ففي الشهادة تنظر كيف تقبل الشهادة
وكيف أن الشاهد لا يضار ولا يضار كاتب ولا شهيد، وكيف أن الله تعالى شرف الشاهد فجعله حاكما على المشهود، لأن الشهادة ولاية، الشاهد يشهد على المشهود فله ولاية، ولذلك لا تجوز شهادة كافر على مسلم. قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، لأن صدر الآية يا أيها الذين آمنوا، فلا يكون له شرف، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يكون له شرف أن يشهد على المسلم. وكذلك لما يكون الشخص عنده أمور توجب الشك في قوله والريبة في خبره، ما قال الله ردوا قوله ولا قال الله اقبلوه، وإنما قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أمرنا بالتثبت. ولذلك الشريعة من أفضل، بل أفضل ما يكون وأكمل في الحكم والقضاء أن يكون هناك الحياد، أن لا يميل لأحد الطرفين على حساب الآخر، لأن هذا ميزان العدل. فالله عز وجل ما قال هذا شهادته مردودة ولا قال إنها مقبولة، فعدل سبحانه وجعلنا نتوقف، إما أن يتبين لنا أنها صادقة فنعمل بها، وإما أن يتبين لنا أنها خطأ أو كذب فنردها. ومنها هذه الشهادة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الشهادة، كل الإشكال في الشهادة، ما ردها عليه الصلاة والسلام ردا تاما ولا قبلها قبولا تاما على القول بأنه لم يقضي، وإنما أعطاها حقها، قال كيف وقد قيل، أي الأمر فيه شبهة. ثم رجع إلى باب النكاح، باب النكاح مبني على الخطر، ولذلك قالوا القاعدة تقول الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم، في الفروج أنها محرمة حتى يدل الدليل على حلها. ولذلك لما تأتي الشبهة وتكون الشبهة ليس هناك ما ينفيها ويدل على عدم صحتها، فينبغي أن ينظر فيها بحقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أعطى هذه الشبهة حقها، نعم، فتبسم عليه الصلاة والسلام تبسم من يتعجب. قال عليه الصلاة والسلام قال كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، فقوم الشهادة فقال قيل لأنها غير مكتملة، لكن القول لم يرده عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث كما ذكرنا دليل لمن قال بأن شهادة المرأة الواحدة على الرضاع مقبولة، إذا قالت، وهي من المستثنيات لأن الأصل العدد كما ذكرنا. ثم هنا حكم، إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم، حكم بشهادة الإنسان على فعله، شهادة الإنسان على فعله، لأن الرضاعة من فعل المرأة الشاهدة وهي تشهد على فعلها، والأصل في الشهادة أن تكون على فعل الغير وقول الغير، أنت تقول أشهد أن فلانا قال أو أشهد أن فلانا عمل، لكن هنا على فعل الإنسان نفسه، وهذا خاص، والشريعة أعطته حكما خاصا يليق به على التفصيل الذي ذكرناه من خلاف أهل العلم رحمه الله. نعم. وكانت تحته ابنة أبي إيهاب التميمي، كما ذكرنا يقال إن اسمها غنية وقيل زينب، الأكثرون على الأول، وأبو إيهاب قلنا أنه لم يذكر ما هو اسمه، وهذا من الجهالة التي لا تضر، الجهالة التي لا تضر. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل سؤالي بخصوص نوع من أنواع البيع لا أعرف حكمه، حيث أني أعرف موردين وأصحاب مزارع للتمور، ولدي معارف مع تجار يشترون هذه البضاعة، فأنا أذهب إلى المزارع وأسأله عن سعر بيعه للتمور، ثم أتواصل مع التاجر وأعطيه السعر بعد زيادة نسبة الربحية. سؤالي هل هذا البيع
يعتبر تسويقا للبضاعة أو بيع ما ليس عندك؟ وما هي الطريقة الشرعية التي يمكنني البيع من خلالها أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فسؤالك قائم على أنك تعرف أصحاب المزارع وتعرف من يقوم ببيع التمور. تأتي إلى أصحاب المزارع وتسألهم عن سعر التمر الذي عندهم، ثم تذهب إلى التجار وتتفق معهم بعد زيادة نسبة على المبلغ الذي ستدفعه لأصحاب التمور. هل هذا جائز أو محرم؟ الجواب أنه محرم، لأنك تبيع ما ليس عندك وتأخذ ربح ما لم تضمن. وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، وكذلك نهى عن بيع الإنسان ما ليس عنده. فقد جاءه حكيم بن حزام في الحديث الصحيح عنه رضي الله عنه وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم مثل فعلك، أنه يأتيه الرجل لكنه بصورة قريبة منها، وهي أنه يأتيه الرجل يسأله السلعة وهي ليست عنده، فيذهب ويعطيه سعرها ثم يذهب ويشتريها ويعطيها له بعد أن يزيد عليها ربحا، يستفضل ربحا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك. الشريعة من العدل أن الإنسان إذا كانت عنده بضاعة مثل التمر، وهذه البضاعة هو الذي يحفظها بعد الله، ثم إذا فسدت هذه البضاعة هو الذي يتحمل فسادها، لو تلفت أو تلف جزء منها لأن في مستودعه أو تحت يده وتصرفه، هي في ملكيته، فما دامت في ملكيته ولو خسرت تخسر على حسابه، فهو الذي يستحق أن يأخذ الربح عليها. هذه قاعدة في الشريعة فيها عدل وإنصاف، جعلت الربح لمن يضمن. ولذلك القاعدة عند العلماء الخراج بالضمان، وهي مأخوذة من حديث السنن بهذا اللفظ، وهو حديث متكلم في إسناده، لكن أجمع العلماء على معناه أن الغنم بالغرم، أن الغنم الغنيمة والربح لمن يتحمل الخسارة. أنت جئت إلى التاجر بعد أن عرفت سعر البضاعة، واتفقت مع التاجر على أنك تحضر له 100 كرتون من العجوة، واتفقت معه على السعر، وهذا السعر أتممت صفقة، بعت واشتريت واشترى منك التاجر، والتمر لم يدخل في ذمتك ولست بمالك له أثناء الصفقة التي أمضيتها مع التاجر، فأنت تبيع ما ليس عندك وتأخذ ربحا الذي تقول عليه النسبة، تستفضل ربحا وأنت لم تضمن الخسارة، ولذلك لا يجوز هذا البيع. الشق الثاني من السؤال: ما الطريقة الشرعية؟ أغناك الله بالحلال عن الحرام، والطريقة كالتالي: تذهب إلى التجار وتقول لهم تذهب إلى أصحاب التمر وتقول لهم: أنا أسوق لكم هذا التمر وأبيعه لكم وآخذ كذا وكذا أجرة. فهذه إجارة شرعية ليس فيها إشكال. فمثلا تقول لهم: كل كرتون فيه 20 كيلو، أنا آخذ على كل كيلو أبيعه 5 ريال، وأنت تعرف كم القيمة، آخذ 5 ريال مقابل التعب في البحث عن من يشتريه وعن من يأخذ. هذه إجارة، وبناء على ذلك إذا تمت على هذا الوجه فأنت بائع من وجه وأجير من وجه، أجير بوكالة، فأنت وكيل عن أصحاب المزارع، وهذه الوكالة بأجرة، لأن الوكالة على قسمين: تارة تكون بأجرة وتارة تكون بدون أجرة.
وبناء على ذلك تأخذ بحلال الله وتعمل بهذه الطريقة التي لا إشكال فيها ولا لبس، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، مال الورثة إذا اتجر به هل يوزع الربح بالسوية بين الذكور والإناث أثابكم الله؟ مال الورثة إذا دخلوا في شركة ومتاجرة فإن هذا يكون تابعا لرأس أموالهم، يعني راح يصبح بالميراث الشرعي لهم. مثلا لو توفي وترك ابنا وبنتا فالمال ينقسم إلى ثلاثة، للذكر مثله حظ الأنثيين، فلو ترك مثلا 30,000 للابن الذكر 20 والأنثى 10، لو أخذ هذا المال بهذه الطريقة ما زيد فيه ولا أنقص منه فمعناه أنه سيقسم أثلاثا، يكون ثلثا الربح للذكر وثلث للأنثى، ويكون الثلث للأنثى، وهذا مبني على رأس المال. ثم لو أنهم الورثة اتفقوا على تفاوت الربح مع استواء رأس المال فهذه مسألة أخرى، من العلماء من يجيز الربح متفاضلا مع استواء رأس المال، منهم من يمنع، لكن مسألتنا أنهم ورثوا ودخلوا في شراكة، نعم يقسم على الصفة التي ورثوا بها، ويكون الحظ الأعلى لمن ميراثه أعلى والعكس بالعكس، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل لي دعوة أدعو الله بها منذ سنوات، تارة يأتيني اليأس وأترك الدعاء وتارة تأتيني قوة اليقين، بماذا توجهوني حفظكم الله؟ لا شك أنك تصبر وتعتقد في قرارة قلبك أولا أن هذه الدعوة، وكل شيء لا يعجز الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هذا أول شيء، لأن الشيطان يدخل من مثل هذه الحوائج على قلب الإنسان فيؤذيه في إيمانه وتوحيده وعبوديته لربه. أولا تعتقد أن هذه المسألة لا تساوي شيئا، وأن الله لو أراد في أي وقت أن يقضيها لك لقضاها، فلا تعجز الله عز وجل. يكون مريضا فيدعو سنوات فإذا بالمرض لا يزول، لا يأتيه الشيطان يقول إن هذا المرض صعب ما يزول وأنه عسير على الله، حاشا أبدا، إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الأمر الثاني أن ترضى، فمن رضي أرضاه الله، ومما يبعثك على الرضا حسن الظن بالله، فإن الله سبحانه وتعالى ربما علم أنك لو قضيت حاجتك واستجيبت دعوتك أنك تفتن في دينك. فالإنسان مثلا يريد مالا أو يريد وظيفة أو يريد كسبا، والله سيدعو بهذا سنوات أن يتحقق تتحقق هذه الأمنية، فعلم الله أنه لو جاءه المال فتن فيؤخره عنه إلى زمان إذا جاءه المال لم يفتن، أو يصرفه بالكلية، فيصبح كلما دعا بهذه الدعوة يكتب الله له أجرا ويعطيه إحدى المسائل الثلاث، فسقطت منها واحدة وهي الإجابة وبقيت الاثنتان، فيحسن الظن بالله عز وجل أنه سيعطيه ما هو أفضل وأكرم. ولذلك قال الله في كتابه والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، قد يأتي الشر دفعا للسوء، ومن هنا ترضى بأمر الله عز وجل. والأمر الثالث أن تعلم أنك قد ربحت مع ربك، فإن الإنسان إذا لم تستجب دعوته وعلم أنك ووقع في قرارة قلبي أن الله لا يعجزه ذلك وأنه صابر محتسب أجر بأجر آخر وثواب آخر، لأن هذا عمل قلبي يثاب عليه حينما يحسن الظن بالله ويعتقد أن الله لا يعجزه ذلك الأمر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.